سجون بند من شهر وهي كانت عمل هي كان استفادة كما قال الدكتور بالدرس من جميع الجوانب ربما من سلحين نظريين عمليين نتيجة الممارسة. اليوم من دولة عمل السجون كتنظم لقاء تحسيسي حول دور أطباء السجون في الوقاية من التعذيب. كتنظم هذا اللقاء بشراكة مع الديكاف و السيو دي اتش دي، ومن خلال هذا اللقاء سيتم عرض الحصيلة ديال البرنامج الشكوي اللي استفاد منه مجموعة من الأطباء وأطباء الأسنان على مدى 6 دورات، واللي كينخرط هذا البرنامج الشكوي اللي كينخرط في السياسة المعتمدة من طرف الدولة العامة للسجون في مجال دعم قدرات جميع الموظفين والمؤسسات السجنية بما فيهم الأطباء. وهذا اللقاء كذلك هو مناسب من أجل تقديم وثيقتين، الأولى المتعلقة بدليل خاص بالوقاية من التعذيب والصحة بالسجون، والوثيقة الثانية هي تضم مجموعة من المعايير والصكوك الدولية والوطنية المتعلقة بالوقاية من التعذيب. الورشة اليوم المخصصة لتقديم دليل موجه لأطباء السجون هو كتاب يضم التشريعات المغربية والقوانين الدولية ذات الصلة، يدخل ضمن برنامج ديال تعزيز قدرات الأطباء في هذا الباب ديال الوقاية من التعذيب والعناية بصحة النزلاء في السجون، في إطار بطبيعة الحال البرنامج العام ديال المندوبية للنهوض بالطاقات البشرية ديالها، وفي نفس الوقت لمرافقة إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. المفترض أنها سترى النور قريبا بعد تنصيص قانون المجلس الوطني على إحداثها، بالتالي فهي كانت تتويج هذا اللقاء لمسار ديال التكوينات تشكل من 6 ورشات تكوينية لفائدة جميع الأطباء العاملين في السجون. بطبيعة الحال مع الوقوف على التحديات والإكراهات اللي كتطرح في هذا الباب، وباعتبارهم عنصر أساسي في العمل من أجل الوقاية من التعذيب، باعتبارهم يتابعون الأوضاع الصحية، أول من يراقب الحالة الصحية الناس لما يصل إلى المؤسسة، وبالتالي هو آلة يمكن نعتبره من مرصد للوضعية اللي قد تكون فيها بواعث قلق تبلغ إلى المسؤولين داخل المؤسسات أو حتى خارج المؤسسة إن اقتضى الحال. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.